السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. خدوا حبايبي الكرام، مجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا لكل المربين المبتدئين في مجال الأرنب أو في تربية الأرانب. لو الأرنبة عملت عندك كده اعرف ان هي خلاص قربت تولد وبتجهز بيت الولادة، فما تخافش وما تقلقش، ده سلوك طبيعي عادي. الأرانب بطبيعتها بتحب ان هي تجمع القش وتجهز بيت الولادة، زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، دي أم معادها تولد ان شاء الله يوم 18/12، يوم 18/1، لانها متلقحة يوم 18/12. الأرنبة يا جماعة متلقحة تلقيح إجباري يوم 18/12. فطبعا انا حطيت القش في بيت الولادة، بلد انها تطلع القش بره زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ماشي، وتبدا ان هي تجمعه في بقها وتدخله جوه بيت الولاده وتلفه زي ما انتم شايفين بالوضع ده كده يا شباب، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، دي حطيت التبن وادي القش، طلعت القش كله بره وبدات ان هي تجمعه في بقها واحده واحده وتقطعه زي ما انتم شايفين كده يا شباب، وتبدا ان هي تجهز بيت الولاده. زي ما انتم عارفين يا جماعه، بالنسبه للاسئله اللي بتجيلي كتير على على القناه، يا ابو نرمين الارنبه لو برقت تجهز بيت الولاده هتولد امتى؟ بعد ما تجهز بيت الولاده وتلم القش وتدخله جوه بيت الولاده الارنبه هتبدا تولد امتى يا ابو نرمين؟ يا جماعه هنا السؤال دوت يعني هو سؤال كويس جدا، بس في اختلاف في الصفات عند الارانب. ازاي يعني؟ مثلا في ارنبه شباب تلاقيها بتجهز بيت الولاده وبتجهز القش وتدخله جوه بيت الولاده قبل الولاده باسبوع، وفي ارنبه ممكن تجهز قبل الولاده بثلاث اربع ايام، وفي ارنبه ممكن تجهز القش يوم الولاده يا شباب، ممكن تجهز القش يوم الولاده. فطبعا ديت الام زي ما انتم شايفين كده يا شباب بتجهز بيت الولاده، وان شاء الله الام دي لما تولد هنصورها لكم وهي برضو والده، وهنقول لكم هي جايبه عدد قد ايه. تمام يا شباب؟ لان في ناس تقول لي يا ابو نرمين الارنبه انا حطيت لها الدريس او البرسيم او القش وطلعت القش كله بره وكلته يا ابو نرمين، احط لها قش تاني؟ ايوه يا حبيبي حط لها قش تاني، مفيش اي مشكله خالص. اهم حاجه ان انت تجهز الام القش والتبن، ان انها في شهر رطوبه، كل سنه وانتم طيبين، والجو يعتبر ساقع تلج، فمن الارانب الصغيره محتاجه تدفئه. فتدفي بايه القش يا جماعه؟ بيدفي القش مع التبن، بيدفي ازاي يا ابو نرمين؟ شايفين يا جماعه الام بتعمل ازاي يا جماعه؟ بتبني جدار جنب الجدار الصاج هنا اهو، وهنا نفس الطريقه يا شباب، وهنا نفس الطريقه يا شباب، وبتعمل في النص فحره علشان تولد فيها، عشان تولد فيها. فالصاج ده اساسا يا جماعه تحط لك على الصاج، الصاج ساقع تلج، تمام؟ الصاج ساقع تلج، فطبيعي الام بتحاول تدفي الجدران ديت، تعمل العش في قلب النص كده يا شباب، بحيث ان الارنبه لما تولد يبقى خلفتها متجمعه مع بعضها في نص المكان. تمام يا شباب؟ ادي يا جماعه التبن اللي احنا بنستخدمه، وادي القش اللي احنا بنستخدمه، وادي يا جماعه ارنبه ان شاء الله معرضه معايا يوم 18 تطلع بره. يلا اطلعي برده متجهزه برده يا جماعه، ديت برده معانا تولد برده معاها يوم 18 في نفس الام ارنبه بابي ده يا شباب. وادي الارنبه اللي هي الوالده، بسم الله ما شاء الله، ديت يلا نشوفها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعه يا شباب ما شاء الله عامله ازاي؟ حاجه محترمه جدا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يجزيه ويبارك، مرضعه. شايفين يا جماعه رضاعه؟ هتقول لي يا ابو نرمين الارنب بطنه منفوخه مش عارف اعمل ايه، الارنب الرضاعه عمره 3 4 بطنه، يا عم ده رضاعه، ده رضاعه مش انتفاخ، دي رضاعه مش انتفاخ، دي رضاعه اهي، وده في انا ما شاء الله ومظبطه الدنيا. ماشي يا شباب اهي، ادي الام والده يوم 13، والنهارده يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، النهارده 16. ماشي يا شباب، بسم الله ما شاء الله، شايفين ديت برضو ارنب بابين والده، وادي ما شاء الله الخلفه بتاعتها. بسم الله ما شاء الله، ومرضعه برضو يا جماعه، ايات الارانب بطنها ملانا رضاعه، شايفين يا جماعه؟ الارانب بطنها يا جماعه ملانا ايه؟ ملانا رضاعه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، دفع لهم كده. ماشي، ديت ارنبه البابيو والده 15، والده امبارح. ادي يا جماعه برده الارنبه هي بلس والده يوم 14، وكانت متلقحه تلقيح اجباري، تمام؟
بسم الله ما شاء الله. ده برضو خلفته مرضعاهم وزي الفل ما شاء الله يا جماعه. يا جماعه مرضعه ازاي؟ وارنبه بكري يا شباب، ده ارنبه بكري. كانت والده 6 ارانب، يعني ربنا ما ارادش ان هم يكملوا الـ6، نزلوا 3 ميتين والثلاثه التانيين ايه ما شاء الله صحيين وزي الفل مرضعه. وعاملين لهم لما تلوم العش يا جماعه وغطتهم ودفتهم زي الفل يا شباب، حاجه جميله جدا بالصلاه على النبي، ربنا يزيد ويبارك. الارنبيات حاجه محترمه جدا يا شباب. وطبعا اللي عنده من ده يقول عندي، اللي عنده يا جماعه من ده يقول انا عندي. اطلع يا اسد يلا. حد عنده من ده يا جماعه؟ حد عنده من الحلبات ديت؟ اهو البابيون اللي الناس بتقول عليه بابيون بيور، مع انه اصلا ما فيش اصلا بيور في مصر. تمام يا شباب يلا. حاجه ما شاء الله، وزن حاجه محترمه جدا بالصلاه على النبي. تعال اطلع فوق، اطلع اطلع هنا فوق. اه يا شباب حاجه ما شاء الله محترمه جدا، مواصفات عاليه، فراشه كامله زي ما شايفين كده يا جماعه. الوش، العينين، خط الاسمر في النص، 3 نقط في الجناب. حاجه ما شاء الله يا جماعه محترمه جدا 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 ماشي. وطبعا دي برضو ارنبه متلقحه من 8. يلا اطلعي ماشي، ان شاء الله برضو لما تولد هنصورها لكم. وده برضو نفس الطريقه هنا برضو ارنبات. يلا اطلع بره الصلاه على النبي. متلقحه من 14 ل 4 ايام. دي برضو يا جماعه متلقحه من 23، برضو تلقيح اجباري. بتحمر يا جماعه ان شاء الله برضو لما تولد هنصورها. وادي الارنبه اللي بتجهز، علشان لو الارنبه عملت عندك كده وطلعت القش بره ما تقلقش وما تخافش، تقدر ان انت تحط لها قش تاني. لو اكلت القش حط لها قش تاني ما تخافش منها خالص. وان شاء الله ده ارنبه يا جماعه هي بلس ما شاء الله، حاجه جميله جدا. اهي طقمه الوش والكلام ده، وانا تحت امر الجماعه يا شباب. ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه دلوع انت؟ كنت شايف صوره يا جماعه ان واحد منزل صوره على الفيسبوك ماشي في جروب، بيقول الارنبه ديت نتايه ب 600 جنيه ولا بين ب 500 جنيه، ارنبه شبه قريبه للذكر ده، قريبه ليه يعني، يمكن ده الذكر ده كمان مواصفاته اعلى من النتايه الثانيه كمان. وبيقول نتايه ب 600 جنيه وبيور وبتاع، ما فيش بيور في مصر. برد عليك انا بقول لك ما فيش ارانب بيور في مصر، كل الارانب اللي موجوده في مصر ارانب هجين. تمام، بس ده ارنب بفضل الله مواصفات عاليه، واخد مقارب انا بقول مقارب للارنب البابيون الفرنسي. تمام، اللي هو البيور مقارب ليه في الشكل. اه يا جماعه مقارب ليه في الشكل اهو، خط رسمه في النص اهو ماشي. وادي الفراشه كامله في الوش، والنقط اللي فين؟ اللي في الجناب. ماشي، وادى الشغل بسم الله ما شاء الله، بنزل وبارك. احنا تحت امر الجماعه يا جماعه، اي حد محتاج اي ارانب احنا تحت امره. بحبكم بجد وبشكركم على ال 140 الف مشترك، وان شاء الله بوجودكم معايا ووقفكم جنبي ان شاء الله هنوصل للمليون مشترك باذن الله. احنا ما شاء الله يا جماعه اهوت بابي ناو، حاجه برضو كويسه جدا يا شباب. تقريبا النتايه اللي كان الراجل بيتكلم عليها شبه الدكر ده بالظبط تقريبا يعني. اهو ده هارلي كوين. حاجه برضو محترمه يا جماعه ان شاء الله. واحنا تحت امر الجميع يا جماعه، اي حد محتاج مننا ارانب محتاج مننا اي حاجه احنا تحت امر الجميع.
دايما يعني المكان بتاع المتابع، يعني المكان يا جماعة بتاع المتابع مش بتاعني. تمام يا شباب، طبعا اشكركم لحسن المتابعة واشكر الابطال. يا ريت بقى لو انت لسه اول مرة تشوف قناتنا انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.